في ساحة الشهداء وقفة احتجاجية دعما للزواج المدني. هنا في ساحة الحرية توحدوا حول قضية واحدة، المطالبة بحقهم كمواطنين ومواطنات في اختيار الزواج المدني. قرب تمثال الشهداء وجهوا رسالة لرجال الدين تقول: إننا نطمح للعيش في بلد مدني حديث حيث لا قيود دينية على خياراتنا. نحن شعب لبنان وباحترام كامل نطلب منكم الاهتمام بالشؤون الدينية حصرا ورفع أيديكم عن شؤون وخيارات الناس الخاصة. ارفعوا يا رجال الإكليروس ويا مشايخ الإسلام أيديكم أيضا عن السياسة وأمور الوطن. وإلى السياسيين رسالة تدعو إلى اقتلاع الطائفية من النفوس والقلوب. انطلاقا من إيماننا بلبنان الرسالة، نطالب العاملين في الشأن العام وفي مقدمهم المجلس النيابي الكريم رئاسة وأعضاء دعم طرح تطبيق الزواج المدني الاختياري ليصال إلى مناقشة والتصويت عليه، وليتحمل كل ممثل للشعب مسؤولية قراره. سواء كانوا مستقلين أو ينتمون لفريقي الثامن والرابع عشر من آذار، هؤلاء المواطنون والمواطنات تحركوا لهدف واحد، الثورة من أجل دولة مدنية حديثة تكون فيها طائفة لبنان هي المواطنة اللبنانية.